عشان الرياضة مهمة وعشان صحتكم كمان مهمة والعقل السليم في الجسم السليم. نحن بعد الرياضة مباشرة حننتقل لواحدة من الفقرات هي عافية، وإن شاء الله دائما أنتم بصحة وعافية وما محتاجين لا جراحات لا تدخل جراحي ولا حتى أطباء أمنيات الصحة والعافية لكل الناس. لكن خلونا نشوف جراحة المخ والأعصاب في صحة في فقرتنا بتاعت عافية، وإن شاء الله دائما معافيين. أرجع نستكمل. نتكلم شوية عن اضطرابات العمود الجهاز العصبي وأمراض النخاع الشوكي، اللي هي بتكون يعني ممكن تبدأ من الآلام، اضطرابات الإحساس كلها، إذا كانت عندها علاقة بالنظر، إذا كان عندها علاقة بالسمع، إذا كان عندها علاقة بالتذوق كويس. لأنه أساساً الجهاز العصبي بيتكون من جهاز مركزي وجهاز عصبي طرفي، فكل حاجات بتدي مدلولات من ناحية أعراض وشواهد. فالألم ممكن يكون، عدم الاستقرار، القلق، ده كلها ممكن تكون جزء من اضطرابات الجهاز العصبي. الشيء الثاني يعني احنا بنتكلم عليه هو اللي هو ممكن يكون بعد ذاك ننزل الإحساس، يعني عدم التوازن الحركي، الوخز، التنميل، الآلام بشقيها، يعني إذا كانت ما يخص الإحساس برضو، ده برضو بيخش في موضوع اضطرابات الجهاز العصبي. من ناحية طرفية اختلال، مثلا اختلال الحركة، عدم التوازن، الشلل، دي كلها بتخش في احتلالات النخاع الشوكي. ممكن برضو يكون عنده حاجاته اللي هي تبدأ من عدم الاتزان، أو حي الألم، عدم الاتزان الحركي، الشلل، يعني ممكن من جانب واحد أو جانبين، يعني تقلص العضلات، الحركات اللا إرادية، دي كلها بتخش في مدلولات أو في شواهد وأعراض الجهاز العصبي. قد نكون نسينا حاجة مهمة جدا اللي هي قد نتكلم عنها في حلقات قادمة، هو ما يخص الموضوع بتاع الصداع وكمية من المتلازمات اللي عندها علاقة بالصداع وأنواعه وحاجاته كلها. فدي كلها بتخش في احتلالات الجهاز العصبي. الدوخة، يعني نرجع لكم بشوية تفصيل، إنه كل الأعضاء الحسية من نظر لسمع لتذوق كلها هي تحصل فيها الحاجات دي. لما نيجي نتكلم برضو عن الحبل الشوكي أو احتلالات، ممكن تبدأ من مشاكل ممكن تكون أساساً خلقية عندنا في الأطفال، الإصابة بالأنبوب النخاعي والقلل المائية.